الناس كلها تحكي معناتها على اللي صار، معناتها صار له في الحبس، لكن اللي صار له بعد الحبس كان اكثر، معناتها الناس ما تعرفش عليه، معناتها التتبعات اللي وراه، معناتها التتبعات اللي دفعنا عليه في الخارج. اخي بالنسبه النجم يخرج مشى لسويسرا، مشى لفرنسا وقابل برشا مسؤولين، ولكن قاعد حب ديما يرجع لتونس باش يناضل يكمل، ما يحبش يقعد في فرنسا، ما يحبش يقعد في سويسرا، جاتو فرص باش يقعد. هو كان يحب الوطن نتاعو، وكان عنده ابن علي لازم يخرج ويهرب ويخرج من الحبس، من الحكم على الدكتاتور. مشكلته كانت مع الدكتاتورية، مش مشكلته يحب يخرج. بقاو يتبعوا فيه وقتها؟ ديما تليفونات، كل احنا تليفونات، ديما عسل التليفونات زوريكوت ورسائلنا الانترنت تبعوا فيه هو زادا. وكان الاخوة متاعهم حتى حد ما نجم يخدم، زوز في الانفورماتيك حتى حد ما نجم يخدم. اللي تعب اللي عذبني برشا الان هو وقت اللي شفته اول مرة خرج من الحبس كان يوزن 37 كيلو. 37 كيلو معناتها تصور كيما اللي يخرج من كوند كونسنتراسيون بالضبط، كيما اليهود وقت اللي خرج من كوند كونسنتراسيون. فكرني هذاك ليماج اللي قلت وجعتني برشا، ما تلمو ما عرفتوش. قلت له علاش عملت، علاش ما كليتش؟ قال لي خاطر انا كنت نعمل في ضراب جوع، مش خاطر نحب نعمل ضراب جوع، خاطر ما يعطيوش ياكل. هو كان يعمل ضراب جوع باش الخارج يفيقوا اللي هو ثم مشكله، ما يعطيوش ياكل، يجوعوا فيه حتى يعطيوه ماكله، يبسكوا له في الماكله. وممكن حتى هو مات مسموم، احنا عندنا شك انه مات مسموم، سمموا له ما كلته ولا حاجه. تعذب برشا، هذاك اش تحب نعرف، تعذب برشا.